ما عقدت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات مساء اليوم بمقر الجمعية الوطنية لقاء مع أعضاء قافلة ممولي مشاريع الصحة الإنجابية التي تزور بلادنا حاليا. وتقوم هذه القافلة التي تضم ممثلين عن دول عديدة من بينها كندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا بزيارة لعدد من الدول الإفريقية للاطلاع على أوضاع الصحة الإنجابية فيها. وأطلعت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات صادق مجلس الوزراء في مريم باباسي أعضاء القافلة على الدور الذي تقوم به الشبكة من أجل التحسيس بكافة القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية.